السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، الفيديو ده عن حاجة جميلة قوي لقيتها على الإنترنت وقلت أشارك معكم المعلومات اللي فيه. ده الموقع ده اسمه ويب طب. طب ده بيعمل إيه؟ بيعمل حاجة مهمة جدا، بيوريك الإيه. أول حاجة دليل الأدوية، ابحث في ويب طب. يعني أنت كده هنا هتحط هنا في اسم الدواء اللي انت عايز تعرف عنه اي معلومة. في هنا ادوية شائعة، وفي ادوية حسب المرض، وادوية وبحث حسب الابجدية. لو احنا دخلنا على اللي هي الادوية الشائعة هتلاقي لستة بالادوية اللي موجودة فيه زي ما حضراتكم ايه شايفين. طيب مثلا عايزين نعرف الاسبرين ده عبارة عن ايه وبيعالج ايه. معلومات الصفحة هنا، ما هو دواء الاسبرين، نمرة واحد، التعليمات، تحذيرات، تأثيرات جانبية، الاسماء التجارية، تفاعلات الدواء. كويس كده. هتلاقي هنا بقى ايه كاتب لك قصة وتاريخ الاسبرين، امتى اكتشف وبيستخدموه في ايه، والعادات السيئة في استخدام الاسبرين. ده بالنسبة للاسبرين، ما هو دواء الاسبرين، هيقول لك هنا الاسبرين قصة كده عنه. تمام. طيب ايه تعليماته، تعليمات الاسبرين. طريقة التناول، يؤخذ على عدة أشكال وهي على النحو التالي: أقراص، أقراص مغلفة بغلاف معوي، أقراص فوارة، كبسولات، حقن، بخاخ، مرهم، كريم. عدد الجرعات، الجرعات الدوائية الخاصة بالإسبرين تؤخذ على النحو التالي: نمرة واحد لتسكين الآلام وتخفيض درجة الحرارة، كل 4 إلى 6 ساعات وفق الحاجة مع الطعام أو شرب الحليب. 2 لمنع تخثر الدم مرة واحدة في اليوم. الجرعة وفقا للفئة العمرية، الكبار فهي على النحو التالي: تسكين الأوجاع وخفض الحرارة 300 إلى 900 مللي جرام للجرعة. لمنع تخثر الطعام 75 لـ300 مللي جرام في اليوم. للأطفال غير موصى به، بداية الفاعلية، يبدأ مفعول الدواء كما يلي: الإسبرين العادي خلال 30-60 دقيقة، الإسبرين المغلف خلال 1.5 ساعة. مدة الفعالية، يستمر مفعول دواء الإسبرين حتى 12 ساعة. أما عند الاستعمال لمنع تخثر الدم، تأثيره يستمر لعدة أيام. التغذية، لا توجد تقييدات. التخزين والحفظ، يجب حفظ الدواء في عبوة محكمة الإغلاق في مكان جاف وبارد بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. نسيان الجرعة، لو أنا نسيت الجرعة يجب أخذ الجرعة المنسية عند تذكرها فورا. أما إذا كان عليكم أخذ جرعة إضافية خلال 2 ساعة فخذوا جرعة واحدة فورا مع ترك الجرعة الثانية التالية. وقف الدواء، إذا قام الطبيب بوصف الأسبرين لعلاج حالة تتطلب علاجا طويلا، عليكم استشارة الطبيب قبل التوقف عن أخذ الدواء. يعني قبل ما توقف الدواء اسأل الدكتور. في الحالات الأخرى يمكن التوقف عن أخذ الدواء بشكل آمن عند انتهاء الحاجة إليه. في جرعة زايدة، أخذت جرعة زايدة، يجب التوجه فورا لغرفة الطوارئ في أقرب مستشفى، ممكن تعمل لك هبوط. في حالة عدم الهدوء، يعني في آلام في البطن، الضوضاء في الأذنين، تشويش الرؤية والتقيؤ، يجب اتباع نظام الطوارئ. تحذيرات عند تناول الدواء أثناء الحمل، ليس من المحبذ استخدام دواء الإسبرين خلال فترة نهاية الحمل أو عند الولادة. الرضاعة، ينتقل الدواء إلى حليب الأم، إلا أنه عند تناول الجرعات العادية فمن غير المفروض أن تكون هناك تأثيرات سلبية على الأطفال. الأطفال والرضع، لا ينصح باستعماله للأطفال تحت جيل 12 سنة إلا بتوصية من الطبيب. كبار السن، لا توجد مشاكل خاصة. السياقة، لا توجد مشاكل معروفة، السواقة يعني.
استخدام العلاجات الطويلة، العمليات الجراحية والتخدير من المحتمل أن يؤدي هذا الدواء إلى زيادة النزيف. يجب إبلاغ الطبيب الجراح والطبيب المخدر عن استعمال هذا الدواء أسبوعين على الأقل قبل العملية. تأثيرات جانبية للدواء الأسبرين: غثيان شيوع التأثير دارج، يعني عادي ممكن يحصل، إبلاغ الطبيب في كل حالة. قيء تأثير شيوع التأثير دارج، إبلاغ الطبيب في كل حالة. اضطرابات الجهاز الهضمي شيوع التأثير دارج، إبلاغ الطبيب في كل حالة. طفح جلدي شيوع التأثير نادر، إبلاغ الطبيب. التوقف عن تناول الدواء، ضيق في التنفس، صفير، شيوع نادر، إبلاغ الطبيب في كل حالة. الأسماء التجارية للدواء الأسبرين، اللي هي الأسماء دي اديتها كان مثال كده عن المعلومات اللي ممكن هتلاقيها في كل دواء من الأدوية دي. تفاعلات الدواء الأسبرين، اضغط هنا لتفاعلات الدواء الأسبرين. بيقول لك المعلومات الواردة عن الدواء مبنية على النشرات الطبية للدواء، مع هذا فإنها لا تشكل بديلا عن استشارة الطبيب. يعني ما تفتحش كده الموقع ده وتاخد انت الدواء من نفسك، لازم تستشير الطبيب. طبعا انا يعني نقيت الاسبرين بالذات علشان ده شائع، احنا بنستخدمه عمال على بطال. بنرجع تاني لايه الادوية اهي، دي كلها باراسيتامول كذا كذا كذا، كل الأدوية دي اللي هي تحت عنوان أدوية شائعة. طب خلصنا أدوية شائعة، هنخش أدوية حسب المرض، عافاكم الله من كل سوء. فهنا بتلاقي السرطان، ربنا يحفظنا ويحفظكم منه. المغص الكلوي، أدوية لعلاج المغص الكلوي. الاكتئاب، التهاب الهلل، الايدز، ادويه لعلاج الايدز، الصدمه، التأقيه، مش عارف يعني ايه التأقيه دي، الحساسيه، نقص هرمون النمو، القلق، التهاب الملتحمه اللي على العين. ننزل شويه كده، يعني تشوف حضراتكم كل الادويه دي. طيب بما ان سرطان الدم عافاكم الله، يعني التهاب المفاصل، طبعا انا عشان جالي مغص كلوي الشهر ده مرتين، فاخش عليه واشوف كده الادويه علشان تعالج المغص الكلوي. هل تبحثون عن دواء لعلاج المغص الكلوي؟ اليكم هذه القائمه التاليه باشهر ادويه لعلاج المغص الكلوي: الكمبية، كتفلام، روفيناك، فولتارين، زيبسور. طبعا بتخش على اي دواء من دول وتدوس تضغط عليه، يروح مطلع لك القائمة اللي قبل كده، ما هو الدواء، تعليمات، تحذيرات، تأثيرات جانبية، اسماء تجارية، تفاعلات الدواء، وبيشرح لك هنا تاريخ الدواء ده، اسمه التاريخ بتاع الاسم ده، انه دواء مسكن ومضاد للالتهاب والى اخ الى اخ. طبعا تعليمات تناول الدواء كذا، طريقة تناوله، انواعه على عدد الجرعات الى اخره الى اخره. طبعا انا شفت ان الموقع ده مهم وهيفيد حضراتكم جدا ويفيدنا كلنا، عافاكم الله من كل الامراض، فانا حبيت ان انا انشره لكم على اليوتيوب. وهنا بالحروف بقى الابجدية، الدواء بيبدأ بحرف سواء عربي او اجنبي زي ما حضراتكم شايفين. اسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العفو والعافية والصحة دائما يا رب، ولا تنسونا بتشجيعكم بالضغط على علامة الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس إذا كان حظنا السعيد إن حضرتك لقيت القناة بتاعتنا بالصدفة.
ونشر المعلومات دي، نشر الفيديو لكي يستفيد أكثر عدد من الناس، وتكتب لك إن شاء الله حسنات في ميزان حسناتك يوم القيامة. استودعكم الله، وإلى اللقاء في فيديو تاني إن شاء الله.